الو، مرحب بحضرتك، مين معانا؟ اهلا وسهلا. مرحبا اختنا وهلا. يا اهلا بيك. بشير شلال يتكلم. مرحب اخ بشير، اهلا ربي يكون معك ومع ابونا بطرس. وراح عندي سؤال محيرني اخت نوال الحقيقه. فضل. بالكتاب المقدس في الاصحاح 12 من اعمال الرسل يقول: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسه، فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف، واذ راى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا، وكانت ايام الفطير. ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4 أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. أنا سؤالي على أنه ناويا أن يقدمه بعد الفصح للشعب. إحنا كلنا نعرف أنه الرب يسوع المسيح ناب عن برابس، والبرابس اللي هو طبعا برأب اللي انا وانتي وكل انسان خاطئ. نعم. اوكي، سو هنا بهالوضعيه هذه، نعم، من راد يقدمه للشعب؟ لويش يقدمه للشعب؟ على اي اساس؟ اشكر محبتك اخ بشير، شكرا لسؤالك. ابونا هيرد على هذا التساؤل في هذه الجزئية. ناخد الاتصال الثاني، رجاء الاختصار والتركيز عشان نقدر ناخد أكبر عدد من المداخلات. أشكر محبتكم. ناخد الاتصال الثاني، أهلا بيكم معنا. مرحبا أخت نوال. يا مرحب بحضرتك، مين معنا؟ أهلا وسهلا. أخو رشيد من هواي. سامحني ما سمعتش الاسم كويس، الاسم كمان مرة. أخو رشيد من أوهايو. الأخ أخو شيب من أوهايو، أهلا بيك أخونا، تفضل. أسأل الأب أبونا زكريا، هل عنده علم كتاب إبراهيم السامرائي في بالستينات حول الأخطاء في تنقيط القرآن؟ القرآن بأخطاء في تنقيط القرآن، هل يعلم بهذا الكتاب إبراهيم السامرائي؟ مع الشكر. على أي حال أهلا بك أخونا خشيب، ولو أن هذا السؤال خاص بالطرح العام لكن سؤالك وصل، أبونا سمع السؤال وده يعود لأبونا، يحب يجاوب عليه إمتى أو يطرحه إمتى. أشكر محبتك أخونا خشيب. وبعد إذن أبونا زكريا هاخد الاتصال الثاني، ولو إن كده يبقى إحنا تجاوزنا عدد المداخلات المسموح بيها، يمكن ده رقم 7. ناخد الاتصال الثاني، أهلا بيكم. أيوة ألو. طيب ايوه، هناخد اخونا، اتفضل. ايوه الو. ايوه، مين الاسم الكريم؟ الاسم فوزي من كندا. مش سامع الاسم. فوزي من كندا. فوزي من كندا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اتفضل. لو سمحت انا ليا سؤال على جناب القمص زكريا، اتفضل. بالنسبه لانجيل يوحنا، نعم، 35 اللي بيقول: أنا لا أقدر أن أفعل شيئا من نفسي. ف يعني إزاي هو بتقول عليه الرب وهنا مكتوب أنا لا أقدر أن أفعل شيئا من نفسي؟ أنت بتتساءل عن هذه الجزئية في إنجيل يوحنا أصحاح 5:3. طيب أيوة كده المداخلة. أيوة كده. أشكر محبتك أخ فوزي، أهلا بيك وشكرا لسؤالك. أبونا زكريا، الأخ خشيب اللي هي المداخلة السابقة للأخ فوزي، الأخ خشيب كان بيقول في كتاب إبراهيم السمرائي يتحدث عن الأخطاء في تنقيط القرآن، وبيطلب تعليق أبونا زكريا، وإن كان هذا السؤال خاص بالطرح العام. أشكر كل الأحباء، اتفضل يا أبي، الميكروفون معاك للتعليق على المداخلات السابقة، وبشكر كل الأحباء اللي شاركونا في هذا الجزء. اتفضل يا أتسبونا. اتفضل يا أبي، الميكروفون معاك للتعليق على المداخلات السابقة. اتفضل يا بونا. شكرا.
شكرا جزيلا مدام نوال، وشكرا للأحباء اللي هم شاركوا في طرح هذه الأسئلة. وأول الأسئلة ديت هو سؤال من نوال نفسها، بتقول هل سلوك المؤمن لما يسلك بحسب الجسد يعرض ذلك إلى الدينونة؟ لأنه مكتوب لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني كلمة مؤمن جسدي، والحقيقة ده موضوع مهم قوي قوي وطويل جدا. بولس الرسول منين جه مبدأ كلمة مؤمن، تعبير مؤمن جسدي جه منين؟ جه من كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس لما بيقول لهم بينكم خصام وانشقاق وتحزب، ألستم بعد جسديون؟ ألستم بعد، هم مؤمنين لكن يقول لهم ألستم بعد جسديون؟ يبقى ألستم بعد، هنا بقى كلمة بعد مهمة قوي قوي قوي، يعني أنتوا لسه جسديين. فالمؤمن وهو بيمر إلى الكمال المسيحي لنحضر كل إنسان كاملا في المسيح، ففي بداية الحياة مع المسيح يبقى لسه أعمال الجسد موجودة ما تخلص منها كليا، فهي مرحلة انتقالية وليست مرحلة دائمة. مشكلة البعض ان اخدوا من المرحلة الانتقالية دي على ان ممكن يبقى في حاجة اسمها مؤمن جسدي، اهو مؤمن اهو، جسدي او مش جسدي مش مشكلة، لا دي مشكلة ومشكلة كبيرة قوي. المؤمن في عبوره من الجسد الى الروح فبيمر على مرحلة الخلطة بين الاثنين، لسه ما تخلص من اعمال الجسد لينطلق بالروح، لكن كون ان احنا ناخد دي حالة دائمة يبقى ده الخطأ الشديد اللي بيودي وما بيرجعش خالص. استهزها الشيطان ويقنع الانسان انه مؤمن جسدي يعني معناها اهبل اهبل بس يعيش، لا، لنحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع سالك ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى إذن الإنسان المؤمن الجسدي دي مرحلة لا تطول في حياته ولا يحتملها لكنه ينتقل إلى الإنسان الروحي. لكن في حتة تانية بقى، هل المؤمن الروحي مش معرض للسقوط؟ لا، معرض أوي للسقوط. تعرضش إزاي؟ كل إنسان معرض للسقوط لأن لسه الإنسان العتيق موجود وممكن يسقط، لكن شوف ما بيقبلش هذا السقوط، يقول الصديق يسقط ويقوم، ما يقدرش ان هو يتن منطرح في الخطية ويلين ضميره بقى ويبرر لنفسه لك انا مؤمن جسدي. لا حبيبي، فيش حاجة اسمها مؤمن جسدي على الاطلاق في الكتاب المقدس ابدا. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، بينتقل. فده مفهوم المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي. طيب أختنا مادلين في إنجيل يوحنا إصحاح 4 وعدد 2، لم يكن يعمد بل تلاميذه، فهل كانت دي معمودية يوحنا؟ هو النظام كان إيه عشان نبقى عارفين، عشان نبقى عارفين. كان لما يبقى فيه معلم من المعلمين ويتبعه ناس فالتابعين لابد أن يعتمدوا له. معلم موسى النبي مثلا، كتاب يقول وجميعهم اعتمدوا لموسى في النهر والسحابة. اعتمدوا لي يعني ايه؟ يعني صاروا لي، يعني صاروا تابعين له. ويوحنا ايضا عمد فصاروا له تابعين، تابعوه. وايضا المسيح كمعلم خلى تلاميذه يعمدهم اللي عايزين يتبعوه ويصبحوا تلاميذ، لكن عندما حل الروح القدس تحول التلاميذ من مجرد تابعين إلى مؤمنين ويسكن فيهم الروح القدس.